أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، متواصلون معكم في قناة البلاد دائما لتغطية الجمعة 20 من الحراك الشعبي. إذن هي جمعة جديدة تأتي في ظرف خاص، الجمعة 20 تتزامن مع الاحتفال بالذكرى 57 لاسترجاع السيادة الوطنية. جمعة جديدة من الحراك الشعبي ينتظر فيها التفاعل مع المقاربة والمبادرة التي أطلقها رئيس الدولة. كذلك تأتي هذه الجمعة قبل سويعات من عقد ندوة الحوار الوطني التي تنظمها المعارضة. الجديد أيضا هذا الأسبوع هو مواصلة القضاء لحملته على الفساد وتطهير البلاد من المفسدين قبل بداية التغيير، هذا التغيير الذي ينشده الجزائريين ومن المنتظر أن يقوده رئيس الدولة الجديد الذي سينتخب شرعيا. إذن لتغطية فعاليات هذه الجمعة والحديث ربما عن العديد من المحطات والمحاور خلال هذا اليوم، أسعد باستضافة الدكتور محجوبي محمد الأزهر الناشط السياسي. أهلا بك أستاذ. شكرا لكم وشكرا على هذه الدعوة الكريمة من قناة. مرحبا بك دائما. إذن الحراك يستمر بقوة وزخم كبيرين. اليوم الحراك في جمعته 20 في ظرف خاص، في بنكهة الاستقلال، بنكهة 5 من جويلية والذكرى 57 لاسترجاع السيادة الوطنية. شكرا. والله فعلا هذه الجمعة لها خصوصية في قلب كل جزائر صادق وطني. هذه الجمعة التي تمثل الذكرى 57 لعيد الاستقلال والشباب. وهذه الجمعة أيضا بالنسبة للحراك، أظن أنني كان لي شرفا شاركت اليوم في العاصمة في حراك اليوم، وأرى أنه كان زخما كبيرا وكان حضورا شعبيا كبيرا لجميع أطياف المجتمع. كانت توحدهم في ذلك صدق مطالبهم، وكانت توحدهم في ذلك وطنيتهم، وكانت توحدهم في ذلك رؤيتهم لغد أفضل، لغد الجزائر التي ينشدها كل جزائري. بالعكس ننشدها لأبنائنا جيل المستقبل. هذا أمل وهذا تفاؤل يجب أن نقوله في هذه الجمعة الخاصة. هذه الجمعة لم تبقى جمعة مباركة جمعة دينية فقط، بل أصبحت جمعة حراك مبارك وأصبحت جمعة عيد استقلال. فما لنا أن نحتفل؟ فما لنا أن لا نفرح؟ فما لنا أن نخرج للشارع ونعبر عن مكنوناتنا، نعبر عن ما استطاع الحراك أن يصل إليه من مطالبه. الآن الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الحراك الصادق وبفضل الشيوخ وبفضل الشباب وبفضل المجاهدين الصادقين استطاع أن يحقق الحراك خطوات إلى الأمام. ربما ما تحقق اليوم عجز عن تحقيقه الساسة وعجز عن تحقيقه ربما السنوات المتعاقبة. في الجزائر في ظرف 4 أشهر ربما ما هي أبرز المكاسب اليوم اللي نعددها؟ والله من أبرز المكاسب أولاً أننا استرجعنا ثقة الشعب بنفسه. أولاً ثقة الجزائر التي كادت أن تتحطم بنفسه بهويته، بجزائر الغد، بجزائر الشهداء، بجزائر المجاهدين. والله قلت في يوم من الأيام أن هذا الحراك استطاع أن يكون مثل ذلك المنبه الذي يجعله الطبيب عندما يريد أن يحيي يمكن من مات سريريا للشوك الإلكتروشوك. استطاع أن يرينا بعض المجاهدين الذين أحيت القلوب، أحيت القلوب والنفوس وأحيت الهمم من صح القول. هناك رجال أصبحنا حتى نشك فيهم، ولكن الحراك بعث الهمم من جديد، بعث روح الأخوة في الشباب من جديد. حتى هناك كلمات افتقدناها، يا الخاوة، هذه يا الخاوة التي كنا نسمعها نحن جيل الاستقلال في بعض الأفلام التاريخية التي كان يرددها المجاهدين فيما بينهم، يا الخاوة، يا محمد، يا هذه، الآن أصبحت لها بنة إن صح القول وأصبح لها طعم. وما شاهدناه من صور يعني يفتخر بها الإنسان لكل جزائري وجزائرية في شوارع الجزائر، في شوارع الولايات، في جميع الولايات من شمالها إلى جنوبها، من سمرست إلى الجزائر إلى بغنية إلى تبسة. والله هذا فعلا هذا من المكاسب الأوم، من مكاسب هذا الحراك اليوم. استطاع الجزائري الصادق الحقيقي أن يرجع تلك الثقة. ثانيا استطاعت العدالة إن صح القول، هناك هو كانت ما بين الشعب والعدالة، الآن هذه الثقة تسترجع يوما بعد يوم وتسترجع بخطوات واثقة ومتسرعة. ربما هنا نقطة نظام. أستاذ، ربما هذه الهوة من خلقها؟ ألم تخلقها السلطة التنفيذية بتدخلها وتدخل أذرعها في مختلف المؤسسات السيادية؟
فعلا هذا 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 سؤالكم هذا فعلا هذه الثقة هي المفروض الثقة ما بين العدالة والشعب لا تنقطع أبدا ولكن بفعل ما فعله سفهاء القوم صح القول إن سمحت لي سفهاء القوم لعبوا بتلاعبوا بمصير الجزائريين وتلاعبوا بمصير الجزائر وتلاعبوا بأموال الجزائر. القرآن الكريم يقول ولا تأتوا السفهاء أموالكم وهذم فعلا حتى يعني ما قاله قائد الأركان يعني منذ يومين في قضية أن 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 هؤلاء المسؤولين المفسدين لحقوا من الفساد ما يندله الجبين إن صح القول. وبالتالي هذه الثقة التي استرجعت الآن ما بين ما بين العدالة والشعب هي من مكاسب الحراك إن صح القول. وما عددنا المكاسب المعنوية مكاسب الأخوة مكاسب الثقة مكاسب استعادة الثقة بالنفس وبالغير إلى غير ذلك. لكن الجمعة 20 تأتي والحراك يحقق مكاسب إضافية مكاسب تقنية مكاسب ربما تقربه من الهدف الذي خرج من أجله يوم 22 من فيفري لما نستمع لخطاب رئيس الدولة والمقاربة الجديدة التي أطلقها وفيه استجابة ربما يراها البعض لأكثر أو أكبر المطالب التي كانت بالأمس يغض الطرف عنها والذي كانت ربما السلطة تمارس بعض الصمم في سماع صوت الجزائريين. ربما المبادرة الجديدة لبن صالح ربما جسدت الكثير من مطالب هذا الحراك وهذا يخلينا نهضر على أهم المكاسب لحققها الحراك بقوته وبضغطه. شكرا شاكرا لك هذا السؤال. فعلا عندما نحلل ما ونستمع إلى ما قاله أهل العقل وأهل السياسة ومن يحللون الكلام فعلا يجب الإنسان أن يضع نقطة توقف صح القول ويحلل كل ما هو إيجابي. في خطاب بن صالح الآن هذا الخطاب الجديد الذي صح القول هو متجدد كليا فيه ما فيه فيه من الإيجابيات ما يجب أن نثمنها وفيه من التحفظات صح القول ما يجب أن نقولها. وخطاب بن صالح في حد ذاته إذا حللناه يقول هذه بعض الإيجابيات أطرحها لكم وهناك وهناك بعض السلبيات وهناك بعض النقائص وهي السلبيات التي تركت الناس أو تركت البعض يتحفظ إلى حد الآن ولا يبدي ذلك الأمل. في خطاب صالح يقول لك البعض لا تحدثني عن أي شيء ما دامت حكومة بدوي ما زالت ولم يتحدث بن صالح مثلا عن حكومة بدوي التي كانت العائق في تنظيم انتخابات الرابع من جويليا مثلا. والله فعلا لا يختلف اثنان ولا يختلف كل من هو في الحراك على أن حكومة السيد بدوي يطلب منها أن تغادر الساحة السياسية إن حق القول. فعلا قد لا يكون هناك مخارج دستورية لهذه القضية ولكن أنا من الذين دعوت السيد بدوي أن يستقيل ويترك يعني ويترك الساحة حتى تكون هناك مخارج طبيعية ويكون هناك استمرار وفق الدستور إن صح القول. لأنه السيد بن صالح لما جاء في خطابه أظن أنه لما قال بأن هذا الحوار سوف تتولاه شخصيات سياسية تاريخية غير متحزبة لها من السلطة ما يمكنها من دعوة جميع الأحزاب السياسية وجميع الشخصيات الوطنية وجميع المجتمع المدني إلى الحوار ولها وعليها أن تقول ما هو سلبي إن صح القول. أظن أن من بين مطالب هؤلاء الشخصيات إن صح القول والشخصيات الوطنية التي سوف تكون وسوف نعلق عليها حين نعلم هذه الشخصيات أن سوف يكون من بين مطالبها مثلا ذهب حكومة بدوي لأن حكومة بدوي ألصق بها ما يعرف بقضية التزوير وقضية التزوير في جميع المحطات الانتخابية. هذه صفة على السيد بدوي أن ينساق لهذا المطلب ويتنحى جائبا من طوعيته أو دعني أقول من وطنيته إن صح القول. صحيح الدستور الآن كما قال السيد بن صالح يجب أن نسير في وفق للدستور ولكن أقول هناك رجال صادقين للجزائر نستطيع أن نكيف الدستور بدستوريته ونجعل مخارج التي يطلبها الحراك حتى نذهب بخطوات صادقة وإيجابية ونتفادى كل ما هو من معوقات كانت في الفترة السابقة من معوقات ربع جويليا وجود حكومة بدوي أو وجود السيد بدوي الذي ألصقت به هذه التهمة على كل وهذا مطلب الحراك. لا يستطيع أي إنسان صادق أن يخفي هذا الشيء. بالعكس هذه النقطة إن استمع لها هي من بين النقاط الإيجابية التي سوف تدفع بالحراك إلى اتجاه إيجابي إن صح القول. كي نروح في خطاب ربما بن صالح ولا في مقاربة بن صالح الجديدة نقطة بنقطة حديثه عن الشخصيات ولم يحدد هذه الشخصيات لكن أعطانا ربما بعض الملامح لهذه الشخصيات وأنت عددتها اليوم شخصيات تاريخية شخصيات وطنية ليست متحزبة لا تملك ربما طموح سياسي في المستقبل. هنا
البعض يتساءل حول آليات اختيار هذه الشخصيات، من سيختارهم، من سيقدمهم، من سيرشحهم، هل سيترشحون بطريقة طوعية، يعني طريقة اختيارهم أو حتى مدة اختيارهم؟ البعض يقول قد تطول. والله عندما أحلل الخطاب تحليلا سياسيا يعني منطقيا، ما دام السيد بن صالح ذكر هذه الشخصيات أظن أن هناك تصور لديهم لهذه الشخصيات. لا نستطيع أن يكون لدى السلطة، فعلا لدى السلطة، ولكن الآن كما قلت لك من بين التحفظات التي هي لدى الشارع أو لدى الحراك أو لدى بعض الناشطين السياسيين والمحللين أو من يريدون مخرجات فعلية للأزمة ينتظرون بفارغ الصبر هذه الشخصيات، لأن هذه الشخصيات فاعل محوري في الحوار. إذا جاءت هذه الشخصيات كما يتصوره الجميع، كما يتصور، كيف نختارها، كيف نزكيها؟ والله هذا سؤال، صح القول، هذا سؤال يطرح على من طرح هذه الفكرة. والأولات لي طرحت تحدث عن مبادرة عن مقاربة، ولكن هو الآن طرح يقول هناك شخصيات، كأنني بالرجل أنه أوجد هذه الشخصيات في تصورهم على كل. الآن يمكن أنا لا أسبق الأحداث وأقول مباشرة وأن أطرح نقاط سلبية بالنسبة هذه الشخصيات، لما لقد نرى يعني بعد يعني يمكن ساعات، بعد لحظات، بعد أيام، أن هذه الشخصيات فعلا لها مقاربة من الحراك أو فعلا قد يقبلها الحراك، ولذلك لا أستطيع أن أسبق الأحداث حتى تظهر هذه الشخصيات فعلا. إذا وجدت هذه الشخصيات فعلا بأنها قريبة من مطالب الحراك، والآن أصبح كل شيء واضح، لا نستطيع أن نقوم بأي سيناريو قد يقفل عليه الحراك. كل السيناريوهات الآن فضحت، وكل الأفكار التي تحاول أن تراوغ أو الأفكار التي أو تحاول أن تمرر أي فكرة لا تخدم الحراك ولا تخدم الجزائر، صدقني سوف لن يكون لها أي موطئ قدم في الشارع. طيب، ربما الحديث عن نقطة الشخصيات قد يطول ويطول، لأن البعض لا يزال هناك أو يطرح علامات استفهام كثيرة كما تحدثنا في تاريخ اختيارهم، في تقديمهم، يعني في ربما حتى تاريخ انطلاق هذا الحوار لا زال يطرح ربما بعض التساؤلات وبعض الاستفهامات. يعني بن صالح تحدث عن التسريع في الدخول في هذا الحوار، لكن ربما الآليات باش ندخلوا في هذا الحوار بطريقة سريعة لم توضع، كيف سيبدأ هذا الحوار؟ والله كما قلت الآن، تصور السلطة لهذا الحوار، أولا حتى أكون يعني منصف وحتى نعطي لكلامي، الآن ننتظر كذلك ما يعرف بندوة التغيير أو ندوة قوة التغيير التي سوف تعقد غدا. ربما الندوة الوطنية للحوار، الندوة الوطنية للحوار التي سنتحدث فيها الأستاذ، لكن استسمحك عذرا بعد فاصل إشهاري قصير. مشاهدينا الكرام، تفضلوا بالبقاء معنا. مجددا لكم مشاهدينا الكرام، إذن نتواصل معكم دائما في تغطية الجمعة 20 من الحراك الشعبي. هذه الجمعة إذن تأتي في ظرف استثنائي، تأتي في ذكرى 57 لعيد الاستقلال والشباب. إذن ضيفي دائما في الاستوديو الدكتور محمد محجوبي، دكتور محمد أزهر محجوبي، الناشط السياسي، ويلتحق بنا الناشط السياسي أيضا فريق فريد محروق، العضو في مبادرة ندوة النخبة والكفاءات الوطنية. فريد، كنت في الحراك، ما هي أخبار الحراك اليوم وكيف تابعت ربما الجمعة 20 في الميدان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الحراك أول نهني الشعب الجزائري على عيد الاستقلال وعيد الشباب الذي لأول مرة يمر بدون رئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، ويمر بدون العصابة، ويمر بدون الكثير من المفسدين الذين أنهكوا الاقتصاد الوطني وسببوا له نزيف. فنهني الشعب الجزائري مرة أخرى بهذا العيد، ونتمنى أن تكون أعياد أفضل في المستقبل القريب إن شاء الله. إن شاء الله. فيما يخص اليوم حضورنا في الحراك، يعني الحراك اليوم تميز بنوع من الإطمئنان عند أبناء الحراك، يعني ممكن هذا نتيجة بداية بزوغ الحل، يعني من خلال خطاب رئيس الدولة الذي اتصدحت بعض الرؤى فيه أحسن، يعني كان أكثر وضوح من الخطابات السابقة، واستطاع أن يوجه إلى خريطة الطريق التي ستكون مفتاح الحل المستقبلي. وهذا بالطبع ترك ارتياح عند
عند كل الجهات اللي اجتهدت وقدمت مبادرات، وكذلك الأحزاب السياسية التي تعمل على إيجاد خريطة طريق مستقبلية للجزائر الجديدة. يعني فيه اطمئنان عند الجميع، وننتظر إن شاء الله أن يتمن هذا الخطاب بشخصيات وطنية كما وعد، تكون محل ثقة لدى أبناء الحراك، حتى نستطيع أن ننطلق في 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 في, في رؤية لخارطة مستقبلية ستساهم إن شاء الله في بعث الحلول الجدية المستقبلية. ربما أستاذ فريد، احنا تحدثنا في الجزء الأول من الحصة، تحدثنا عن مبادرة أو هذه ربما المقاربة الجديدة لبن صالح، أنها كما تحدثت أنها ربما بعثت نوع من الإطمئنان، لكن هناك بعض الاختلافات في تفاصيلها. ما زال البعض يتحدث عن حكومة بدوي، ما زال البعض يحتاج بعض الضمانات أو بعض الآليات التي تسرع من أجل الدخول في الحوار الذي قد يتأتى بالمخرج الذي ينتظره الجزائريين. فعلا حكومة بدوي ما زالت هي من مطالب، يعني ما زال الحراك يطالب بذهابها، وممكن هي الوحيدة التي بقت عائق أمام انطلاق الحوار الجدي، الحوار الهادف، الحوار الذي سيحدد خريطة الطريق المستقبلية لبداية الحل إن شاء الله. ولكن أنا في رأيي حتى يعني الضمانات اللي أعطاها، لأن حكومة بدوي بما أنها ما رايحاش تساهم في 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 في, في ما رايحاش تدخل في اجهزه السلطه، يعني من حيث اجهزه السلطه، انها يعني حكومه تصريف اعمال اصبح دورها يعني اقل حده. يعني بعد الخطاب زاد صدح انه يعني بعد ما راح يتعينوا هاد العناصر اللي راح يقودوا الحوار الوطني، وراح يمشيوا لتشكيل هيئه تشرف وتنظم وتؤطر وتعلن النتائج الانتخابات، ويبقى دورها لوجستي، يعني لوجستيكي، يعني يقدم يعني استمرارية ربما مؤسسات الدولة استمرارية طبعا. وإحنا الهدف الأول هو السعي إلى تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الأجال وبتوافق الجميع، وهناك أكيد ندوات رايحة، مثلا عندنا غدوة ندوة فعالية قوى التغيير، أو ندوة الحوار الوطني، الندوة الوطنية للحوار، نعم هي بالأصح مسمات الندوة الوطنية للحوار، رايح تشارك فيها أصحاب المبادرات، رايح تشارك فيها الكثير من الفعاليات النقابية، الكثير من الأحزاب السياسية، وإن شاء الله رايحة يعني تدفع. نستطيع أن نقول أنه جلسة غدا أو ندوة غدا تكون أرضية أولية ربما للحديث أو لضبط معالم هذا الحوار الشامل؟ ربما هي فعالية قوى التغيير أعدت أرضية، يعني راح تكون هناك مشروع أرضية رايح يناقش، ورايح ممكن يصادق عليه كما هو، ممكن يدخل عليه تعديلات. هو مشروع أرضية يعني شامل جامع، يعني حسب تصور أخذ بالتقاطعات جميع المبادرات جميع المشاركين، هناك تقاطعات وتقاسم آراء ورؤى مشتركة طبعا تمنت، وهناك اقتراحات ستقدم، وغدا إن شاء الله بعد النقاش وبعد المشاركة الجميع في نهاية الأمر أكيد سيصلون إلى توافق على هذه المبادرة، وتكون كأرضية تقدم إلى السلطة، ويمكن أن تتفاعل معها، ويمكن حتى تتفاعل أن مع مبادرات أخرى. طيب. ونأمل أن يكون ذلك طبعا. أستاذ محمد الزهر، ربما ندوة المعارضة كانت مقررة حسب العارفين يوم 29، ثم أجلت إلى يوم 6. قبلها كان خطاب لابن صالح، هذا الخطاب الذي تحدثنا أنه أتى مغاير هذه المرة، وفيه أمور عملية انتظرها الشعب الجزائري. هل سيؤثر ذلك في جلسات الغد، جلسات الحوار؟ هل ربما سيسرع من الحل، أو هل سوف ربما يوفر جهد المعارضة في المطالبة ببعض الضمانات التي قدمت قبلا، يعني قبل عقد الندوة؟ شكرا أستاذ. دعني أول أشكر الأستاذ، رغم أني لم ألتقي به وكان في الحراك وكنت في الحراك، ولكن وجهات تفكيرنا كانت متقاربة الآن لما أدلى بدلوه، خاصة في نقطة ذهاب حكومة بدوي. كنت قلت قبل قليل أن حكومة بدوي يعني نطلب من هذا الشخص أن حتى ولو لا توجد هناك مخارج دستورية قانونية، ولكن من وطنية الأشخاص ومن رغبتهم في إيجاد مخارج للحلول تذهب هذه الحكومة وهذا الشخص حتى نضمن
إن صح القول تقدم الحوار بشكل إيجابي كضمانات إضافية وكضمانات وكطمأنينة وكورقة نعطيها للحراك حتى يطمئن هذا الحراك بأن هناك نية صادقة لأن التغيير إن صح القول التغيير لا يكون بآليات وقوانين فقط وإنما يجب أن تسبقه النيات الخالصة للتغيير. أعود لسؤالكم الكريم بالنسبة لهذه المبادرة ندوة الحوار فعلا كانت مقررة يوم 29 قد يكون للشرف أن أكون حاضرا يعني أبلغت أن هناك دعوة قد أكون يعني أبلغت أن هناك دعوة لكن لم تصلني لحد الآن ولكن من إيجابية هذه حتى نثمن حضرنا أو لم نحضر كل ما يكون في إطار الجمع وكل ما يكون في إطار توحيد الرؤى نثمنه هذه المبادرة من إيجابيتها أنها جمعت كثير المبادرات وإن صح القول قد يكون فيها كثير من الشخصيات الوطنية التي أكدت أو لم تؤكد حضورها ورح تعطي وزن ثانيا عندما نحلل أن هذه الندوة كانت يوم 29 ولكن أجلت إلى يوم 6 بعد العيد الوطني أو عيد الاستقلال والشباب هذا العيد الذي هو بهجة للجميع كما قلنا انتظرت قوى المعارضة أمر ما أنا أنتظر أن حتى خطاب بن صالح كأنه جاء ليحدد معالم الطريق لهذه الندوة حتى يكون هناك توافق بن صالح الآن رمى بورقة أن 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 الحوار أو سوف تشرف عليه شخصيات وطنية لها كل الحرية ولها كل السلطة المطلقة في من تحاور في من تستدعي وما أعجبني فيه لها كل إن صح القول الصلاحيات فيما تقرر من خارطة الطريق فيما تقرر من آليات كما عرف بملف يعني الهيئة أو السلطة التي سوف تشرف ولكن هناك نقطة لفتت انتباهي في خطاب بن صالح قال هذه السلطة سوف تنظم وتراقب الانتخابات أنا حبذا لو يكون في المستقبل أن هذه السلطة تنظم وتشرف وتراقب وتعلن هناك يعني أربع محاور يجب أن تكون لهذه السلطة المعنوية هو اسمها بالسلطة لأنها راح تحوز ربما صلاحيات وهذا سوف يكون يمكن من بين مطالبنا لهذه السلطة سوف تكون من بين النقاط الإيجابية التي تعطى للسلطة التي سوف تشرف على الانتخابات لأنه يجب أن نحيد كل صلاحيات الانتخابات من تنظيم ومن مراقبة ومن إشراف ومن إعلان على السلطة الإدارية كما قال الأستاذ أن حكومة بدوي بقيت إن بقيت وأحبذ أن تذهب حكومة بدوي حتى تكون نقطة إيجابية سوف يثمنها الحراك إن صح القول ودعني أقول يمكن إذا سمحت لي أفتح قوس من بين النقاط التي جرت في هذه الجمعة العشرين الجمعة المباركة هذه الجمعة أن هناك من هم في الحراك رغم صدقهم ووطنيتهم وصدق مطالبهم من دعوا إلى يعني عدم الخروج إن صح القول لهذه الجمعة وأنا أثمن هذا الطرح لأنني أعلم أنه هذا الطرح نابع من خوفهم على الجزائر كما أثمن الذين دعوا إلى الخروج يعني كل له تصور هناك طرحين ولكن ما أثبته الشارع أن الشارع يعني الآن اليوم في العاصمة بزخم بأعداد كبيرة قال كلمته لا يريد وصية على حركه لا يريد من يطلب منه الخروج أو البقاء في البلد الذين دعني أكون صادقا يعني الذين يعني تخوفوا من الخروج قالوا بأن هناك وأنا سميتها وأتحمل مسؤولية هذه الكلمة أن هناك فعلا شرذمة تريد أن تضرب وحدة الجزائر وتضرب وحدة الشعب والجيش هذا كل نرفضه ولكن أرفضه عندما أخرج الشارع وأقول أنا موجود كحراك صادق لكي أجعل من هذه الشرجمة أنها مع الوقت سوف تزول طيب أستاذ فريد تحدثنا عن ندوة الغد تحدثنا ربما عن مبادرة بن صالح كيف سيكون مبادرة أو مقاربة بن صالح كيف سيكون لها الأثر أو الانعكاس في ندوة المعارضة سيما أنه بن صالح تحدث عن حوار وطني شامل لكن لما نستمع لرأي المعارضة ورأي قوى التغيير في مبادرتها أنها تقول أن كل من كان أو كل الأحزاب التي ساندت بوتفليقة إلى آخر رمق ومن كانت سبب في الأزمة لن يتم الجلوس معها إلى طاولة الحوار إيه طبعا ولكن بداية إحنا قبل يعني وصلنا لهذه الندوة في فعاليات قوى التغيير لنصرة الحراك الشعبي يعني الأمور تسارعت خاصة في مجال المحاسبات واستطاعت يعني العدالة يعني أن تهيئ كل الظروف للشروع في هذه الندوة يعني بعد دخول يعني دور التحيين طبعاً بعد دخول يحيى وعمار بن يونس لأنه عمار بن يونس كان يعكر صفو الحوار كل ما تفضل القائد صالح بخطاب كل ما قال هو المبادر نحن جاهزون للحوار وهذا كان استفزاز يعني للحراك
أما في ما يخص الحراك، الحراك يجب أن يستمر ويجب أن يبقى موحد، ويجب أن يستمر حتى ولو يبدأ الحوار بشكل جدي، حتى ولتكون شخصيات وطنية تشرف على الحوار وتكون لازم كضامن لهذا الحوار الذي يدور وكمراقب، لأنه هو السلطة الفعلية الحالية، يعني هو الحراك الشعبي هو الذي يمثل السلطة الفعلية الضامنة لتحقيق مطالبه كاملة غير منقوصة. طيب، ربما الحديث أيضا أستاذ، نحن تحدثنا عن في الجزء الأول عن الشخصيات التي ستقود هذا الحوار، تحدثت مع الدكتور محمد الأزهر أنه هذه الشخصيات ستظهر شيئا فشيئا، سوف يتم تزكيتها. هناك ربما بعض الأطروحات اليوم تدور في الساحة أنه كل المبادرات أو كل الفعاليات ربما تبادر باقتراح اسم أو اسمين لأناس يثبت ربما باعهم الطويل ويثبت ربما رزانتهم وأنهم يقدروا يقودوا المرحلة ويمروا بالجزائر إلى بر الأمان حتى نقبل على تنظيم الانتخابات الرئاسية في جو من الهدوء إن صح القول. طبعا هذا ما نأمله، ولكن أنا أعتقد أن يعني قبل ما يتفضل السيد رئيس الدولة بن صالح بهذا الخطاب وبعد ما أشار إلى هذه الشخصيات التي ستشرف على الحوار وتكون حيادية وغير منتمية لأي أحزاب أو منظمات أو عندها يعني عندها مواقف ثابتة من بعض القضايا، أعتقد أن الأمر السلطة الفعلية تكون أكيد بشرته، أكيد راهي في يعني ممكن تكون هذه الشخصيات راهي جاهزة. والشيء الذي نأمله هو أن يكون الحراك يقبل هذه الشخصيات وأن تكون فيها الصفات التي يطلبها أبناء الحراك، يعني أن تكون شخصيات ذات سمعة، شخصيات ذات كفاءة، شخصيات حيادية، شخصيات ما عندهاش طموح مستقبل يعني سياسي، يعني تقدر تقدم خدمة للجزائر من خلال إنجاح هذا الحوار وبناء مؤسسة والخروج بهيئة سيادية تكون عندها كامل الصلاحيات وتكون هيئة يعني ممثلة من أشخاص نزهاء، ما تكونش هيئة يعني كهيكل، نريدها هيكل وروح، وتكون إن شاء الله في مستوى التحدي للمرحلة القادمة، وتنشرف على انتخابات نزيهة، وتكون إن شاء الله درس للعالم كله، وتتشرف الجزائر. طيب، ونبدأ مرحلة إن شاء الله إن شاء الله. أستاذ محمد الأزهر، تحدث أيضا بن صالح ربما في حديثه عن الشخصيات تحدث عن تمثيل الحراك، هذه النقطة دائما التي يكثر حولها الحديث، قال في إشارة واضحة لأنه هذه الشخصيات يمكن أن تكون تلك الشخصيات التي برزت خلال هذا الحراك، ربما تكون في إطار هذه الشخصيات. هل سيطرح ذلك داخل الحوار أم أن الحوار دائما ينأى بأن يكون له ممثلين لأن يقول لك صوتي واضح كل جمعة ومطالبي واضحة ومشروعة؟ والله من بين سؤالك الكريم، من بين الإيجابيات التي سوف تسفر عنها هذه الندوة، يعني ندوة يوم الغد إن صح القول، أنها استطاعت إن حد القول كجميع المؤسسات. في بداية الحراك كنا نقول حتى أحزاب المعارضة، حتى بعض الشخصيات وبعض النخب فقدت ثقتها، ولكن من ميزات هذه الندوة ومن ميزات ما يطرحه أصحاب هذه الندوة أن لهم مقاربة يعني إن صح القول وسطية. أولا قرأت لهم أنهم يتبنون مطالب الحراك جميعها، في نفس الوقت انهم يقتربون من مقاربه قياده الاركان، ما طرحته قياده الاركان من دعوه الى حوار جدي متبصر ودعوه الى تنازلات من اجل الجزائر الغد صح القول. اذا هذه الندوه بطريقه او باخرى كاننا نرى ان هناك معالم ممثلين سوف يكونون على 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 خارطه الطريق ان صح القول. الان هذه الندوه تجمع في 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 في, في بين احضانها جميع المبادرات، مبادرة العلماء، مبادرة الطلب الإبراهيمي، هذا إن كانت فعاليات المجتمع المدني، حتى أن هذه المبادرة سوف يحضرها عديد من شخصيات المجتمع المدني وعديد إن صح القول شخصيات الناشطة في الحراك. لما لا، قد يتبخذون عن هذه الندوة شخصيات تكون من المجتمع المدني، من الحراك، من الشخصيات الوطنية، قد يقبل بها الشارع ويقبل بها الحراك أنها تمثله إلى فترة ما، يعني ليس تمثيل كتمثيل يعني سيادي أو رئاسي، ولكن تمثيل في الحوار، حتى يمكن هذا من بين التنازلات التي يمكن أن يقدمها الجميع، حتى نتقدم خطوة إلى حوار إن صح القول إيجابي. هذا الحوار الإيجابي، ربما خليني أنقل السؤال الأستاذ فريد محروق، هذا الحوار تحدث الجميع وتحدث البعض أنه
راح يحمل ملفات كثيرة ويفتح ورشات كثيرة. البعض راح ربما إلى أقصى التطرف لإعادة النظر في الدستور، إلى إعادة النظر في النظام الجزائري، إلى غير ذلك. البعض أراد إدخال الجزائر ربما في متاهات أخرى لن نخرج منها. الآن بن صالح قال لك الحوار يكون في جزئية واضحة وهدف واضح هو الانتخابات الرئاسية، لذلك ستفتح ورشة ربما لجنة تنظيم ومراقبة الانتخابات. هذه اللجنة تصوركم في مبادرة النخبة والكفاءات الوطنية حول صلاحياتها، حول توليفتها، حول تشكيلها، ربما كيف وضعتم خطوطها العارضة على الأقل في التصور أولي؟ طبعا نحن باركنا هذه الخطوة ونعمل من أجل أن تكون لجنة سيادية، لجنة قوية، لجنة ممثلة لكل الكفاءات، ممثلة لأبناء الحراك، ممثلة ويكون الشباب ممثل فيها، لأن الشباب هو مصدر القوة وقوة التغيير وهو اللي راح يلعب دور في هذه المرحلة القادمة. نريد يعني أن تكون هيكل بروح وهيكل بفعالية وهيكل بسيادية. يعني تكون فيها ناس حقوقيين، ناس أصحاب قد دراسات دستورية معمقة، تسند هذه إلى لجنة مختصة تشرف على يعني الهيكلة تاعها، من اللجنة الوطنية إلى اللجان الولائية إلى اللجان البلدية، وتكون يعني ممثلة وتؤدي دورها بشكل جيد وتكون سيادية وتكون عندها فاعلية يعني، وتستثني الناس اللي شاركوا، لأن احنا من قبل كان جهاز يعني تاع تزوير، كان يعني الإدارة كانت حتى وما تعطيهاش أوامر للتزوير كانت تمارس تزوير. يعني هاد الناس المعروفين خلال هاد السنوات اللي هي يعني حتى وما تعطيهش الأمر، توصل 3 تاع العشية يقول له واش جا الأمر، لأن دايم تضخيم 3 4 تاع العشية. احنا شاركنا في الرقابة كي كانت الأحزاب يعني توصل 3 4 يقول له واش عيط شاف الدائرة كذا، يعني هذه معروفة. كاين حتى كاين مراسلات يعني حتى تمت مراسلات وأخفية. يعني إن شاء الله نتجاوزوا هذا الأمر وتكون هيئة سيادية، تكون هيئة ذات روح، هيئة ذات معنى، إن شاء الله تقدم درس في الديمقراطية إن شاء الله في المرحلة القادمة إن شاء الله. دكتور محجوبي ربما تعقيب قبل الختام. والله هذا الختام يعني إذا كان كلمة الختام، أقول أنا من بين الذين أدعو إلى عدم إطالة عمر الأزمة، لأن الجزائر الآن تستحق إلى حلحلة بعض الإشكاليات. ودعني من هذا المنبر مشكورين على أنكم استدعيتوني وواحد من أبناء الجنوب أن أقول أن الجزائر بحاجة إلى حل بعض الإشكاليات وبعض المعضلات التي يجب أن نقف لها وقفة رجل واحد. من بين الإشكاليات يجب تسريع تسريع حل هذه الأزمة حتى نذهب إلى حلحلة بعض الإشكاليات، إن صح القول، هنا وهناك. من بينها دعني أقول في الجنوب الجزائري هناك ما يعرف بمشكلة التشغيل التي الآن بالعكس أنا أراها يجب الإسراع في حل هذه الأزمة حتى نحل هذه الإشكاليات التي لا قدر الله سوف يستثمر بها بعض من يريدون ضرب وحدة الجزائر وتكون إشكالية في حل كل من يريد يعني حل الأزمة. كذلك هناك إشكالية الغاز، ما يعرف بالغاز الصخري. هذه إشكالية نعلم جميعا أنها يجب أن يكون لها قرار سياسي سيادي لحل هذه الإشكالية، وهذه من بين إشكاليات الجنوب صح القول. ولكن أقول دوما أبناء الجنوب يقولون بأن المطالب الفئوية أو مطالب المناطق سوف نتركها إلى مؤجلة إلى حل الإشكالية، ولكن أنا دلوت بدلو فيها حتى أنبه إليها المسؤولين الإسراع في حل الإشكالية الوطنية. شكرا لك دكتور محجوبي محمد الأزهر الناشط السياسي. أشكرك أيضا فريد محروق الناشط السياسي والعضو في مبادرة ندوة النخبة والكفاءات الوطنية. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام، شكرا لكل من تابعنا، سلام الله عليكم.